وليت غفران مثلا انا هذيك على ادعوك مثلا يا غفران انت علاش زاد تحب زاد تكبر الحكايه وتولي تقول السود التوانسه زاد مستهتين اش دخل هذا في هذا مش زاد مبالغات من هنا ومبالغات من عندك انا نعتبر انا احس في نفسي راهو كي نسمع الكلام هذا غفران اسمح لي انا نعتبر المبالغه نتاعك كي تقول السود التوانسه زاد في خطر كيما المبالغه اللي تقول فما مؤامره زنجيه للاستيلاء على تونس وكان تونس بلاد في مهب الريح باش يولي وطن اخر اسمه حاجه باه نفس الشيء على خاطرني انا كي نهبط في الشارع صارت لي برشا مرات انه يطلبوا علي كارت سيجور ما يطلبوش علي بطاقه تعريف يعني مانيش ما يميزونيش انا التونسي دونك نحن اليوم باش يولي يعني هو الخطاب المره اللي فاتت كنت تذكر يا برهين وقت اللي عندنا فيديو يا غفران يا غفران خليني نكمل يا برهين كانك تحكي على الحكايه هذه باش تبني عليها حكايه خلي تفاعل معايا سامحني سامحني سامحوني لا لا سامحوني ما يسخيلوك امريكانيه امريكانيه لاخاطرك حلوه اولا ثانيا كان يعرفوني امريكيه ما تقولش عليك اختي لا لا والله نسيت نسيت ربي يهديهم بعض عوين الامن ومن ومن وما نكبرش الحكايه انا نقول البعض البعض عوين الامن مش كانوا يوقفوا عباد ساعات في انت دور في سيدي بوسعيد منين انت من حي كذا اذهب روح مش كانت عندنا الممارسات هذه اي باش نقولوا نحن ان نقوموا عليها القيامه لا عاد برين عاد لا عاد تو سي تو لا هي سياسه الدوله ما هيش سياسه الدوله يا لا 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 وقت تحب تولي سياسه الدوله البارح ما كناش نسمع في رئيس في الخطاب هذا نتاع رئيس الجمهوريه ما كناش نسمع فيه المره اللي فاتت وقت اللي عدينا الفيتيير غزرت مراه قالت نحن كان يقولوا لنا هيا رانا باش نخرجوهم هذوما انت كي تجي تحكي للتوانسه وتخوفهم وتقول لهم راه هذه مؤامره وهذه عمليه نتاع استيطان والكل يولي العبد يقول لك يمشي هو المواطن البسيط اللي هو تو اعطيته الرياضه نتاعو اللي يحبها والكل انه خرجت له كالامراض نتاعو كالاحقاد نتاعو والكل تقول له راه اسمعني راهي هذه مؤامره والكل يولي ياخذ في حقه بيجي سامحني انت مالا ما تعرفش قداش من قداش من من حاله موت صارت في تونس من بتويسه قتلوا دو سوبسايغيان وبرشا عمناول عمناول قتلوا سوبسايغيان تويسه قتلوا تويسه مره ذبحوا تويسه ليه يا غفران في تويسه يقتلوا تويسه زاد نقول يقولوا بلادنا ماشي البهليه في ديدار هذه ما عادش سيستم يا برهان راهم توا راهو علاش هما يحبوا زاد اللي سوبسايغيان يخرجوا قال لك قاعدين يعملوا في برشا عنف اكو حتى لا يسمع سامحني سامحني عماد خاطر حاجه يلزمني نقولها لغفران والبارح حكى فاطمه المسدي مهبطه تصويره نتاع واحد اسود قالت هذا اللي باش يكون والي نتاع الساقس هذوما المثقفين نتاعنا والاخرى شادلي وفي شادلي محامي يعني محسوبه على النخبه زادة ايضا تقول الولادات بطريقه العنصريه اسمعني غفران مانيش كونتر سي توتا في نورمال اما شفت الموضوع هذايا خرج الفاشيين من جميع النواحي شفت انا فيديو خوفتني زاده معناها مع واحد ان سوبساريان قال الى طون باش نرجعوا افريقيا سوداء انتم ارجعوا للسعوديه وارجعوا وين لكن هذاك مش معناه لي سوبساريان كلها مكيكه هو صحيح مش مسمين يقولوا انا معاك كيفك انت ما يسمكش انا معاك هذاك متعصب منا والاخر متع انا نخاف انا نخاف نعالجوا خطاب فاشي بخطاب فاشي واحد اخر انا نحلل في وقع في حاجات قاعده تصير ماهوش صحيح انا عندي خطاب فاشي مش انت نحكي خطاب Let's go.